هيقدر يندي، لا هيقدر ينوم، لا هيقدر يتحرك. وهذا المكون العسكري الضخم جدا، المكون العسكري ده اللي هو هيئة العمليات، هي خطر ماحق، هي خطر ماحق بالثورة بالبلد، تستطيع أن تنقلب زي ما يعني احنا التقدير بتاعنا برضه يعني الأحداث ما كذبت، ونحن قلنا الجهاز ده خطر بوضعه ده وخطر على الثورة، وقد حدث يعني. تم إلغاء هيئة العمليات بأن لا تكون لجهاز المخابرات أي هيئة للعمليات. وتم بالشكل يعني فيه كثير من المسؤولية أن أعطي الخيار لمنسوبي هذه الهيئة بالانتساب إما للقوات المسلحة أو الانضمام لقوات الدعم السريع، لأن قوات الدعم السريع أيضا موجودة من ضمن المنسوبين، موجودين من القوات المسلحة سواء كانوا ضباط أو غيره.